الآن قريبين على مفرق الشورى ومتوجهين إن شاء الله على أهدافنا باتجاه الموصل. بدأت المرحلة الثانية اليوم من العملية، وإن شاء الله خلال الساعات القريبة القادمة أنه تتحقق الأهداف من العملية المرجوة اليوم. الطرق اللي القرى اللي موجودة هسه الآن بطرقنا أكيد أنه راح نطهرها إن شاء الله. ويستخدمون كل عادة وسيلة المفخخات والعبوات الناسفة، ما يواجهونه وتعرف العادي جبان وينهزم قدامنا قاعدين حر قاعد قرية برا قرية.